السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة موضوع محاضرتنا هيكون عن very common and important disease اللي هو الايه النيوموثوركس. في البداية حابة أعرفكم بنفسي، أنا دكتورة إيمان شبل، أستاذ بقسم الصدر طب الزقازيق. طيب بالنسبة لموضوع النيوموثوركس، إيه هي عندي الايه الحاجات اللي احنا حابين إن احنا نعرفها من محاضرة النيوموثوركس، أو إيه هي our objectives؟ اول حاجه طبعا عايزين نعرف يعني ايه نيوموثوركس، او ايه هو الديفينيشن للنيوموثوركس، ونعرف كمان ايه هي الكوزز اوف نيوموثوركس والكلاسيفيكيشن اوف نيوموثوركس، سواء كلاسيفيكيشن اوف باي ذا كوز او كلاسيفيكيشن باي ايه ذا فيسيولوجي. في اكتر من كلاسيفيكيشن نيوموثوركس زي ما نعرف من خلال المحاضره دي. بعد كده لو احنا شاكين في وجود النيوموثوركس، ازاي ان احنا دايجنوز نعمل او كونفيرم الدايجنوزس اوف ذا نيوموثوركس، سواء من خلال الايه الكلينيكال داتا وطبعا الايه الراديولوجي. بعد كده طيب احنا لو شخصنا النيوموثوركس، ازاي ان احنا بنعمل مانجمنت لحاله نيوموثوركس. في البدايه بالنسبه للديفينيشن اوف نيوموثوركس، ايه هو النيوموثوركس؟ النيوموثوركس ده عباره عن اكيوميليشن اوف اير ان ذا بلورال سبيس، واحنا عارفين ان البلورال سبيس ده عباره عن ايه. هو عباره عن السبيس اللي موجود بين التو لايرز اوف ذا بلورا، اللي هما الفيزرال بلورا which covers the lung and the parietal بلورا which covers the chest wall الدايفرام and the mediastin. بالنسبه للبلورال سبيس احنا عارفين ان هو devoid of air، كل اللي موجود فيه very small amount من lubricant fluid، وحابين نعرف ان البريشر اللي موجود في البلورال سبيس او البلورال كافيتي دايما بيكون نيجاتيف بريشر، وده بيساعد ان اللونج دايما تكون ايه انفليتد ويمنعها من الكولابس. طيب بالنسبه للايتيولوجي، بالنسبه للايتيولوجي اوف نيوموثوركس، احنا عندنا السبونتينيوس نيوموثوركس ده اول نوع، وده بيحدث ويزود اني تروما، وفي عندي التروماتيك نيوموثوركس، وبعد كده النوع الثالث اللي هو الياتروجينيك نيوموثوركس. بنرجع من هنا نقسم السبونتينيوس في نوعين من السبونتينيوس، برايمري سبونتينيوس وسكندري سبونتينيوس، وهنعرف ايه الفرق بين البرايمري والسكندري في السلايدز الجاي. طيب هنبتدي بالنوع الاول اللي هو البرايمري سبونتينيوس نيوموثوركس. زي ما احنا اتفقنا ان هو ده النيوموثوركس بيحدث وزوت روما، سبونتينيوس وزوت روما، وبيحدث عندي ان بيشنتس ويز اندرلاينج هيلث لانج، مفيش اندرلاينج ديزيز، وغالبا البيشنت دول بيكونوا ادلت ميل، بيكونوا تل سن اند طول ادلت ميل، وفي الغالب بيكونوا سموكر. طيب ليه بيحدث عندهم نيوموثوركس؟ بيحدث نيوموثوركس لان البيشنت دول في الغالب بيكون عندهم مالتيبل سمول ابيكال سب بلورال بليبس، والبليبس دي هي بتبقى عباره عن ايه، بتبقى عباره عن اير فيلد سبيسز، تمام، بتكون موجودة في الفيزرال بلورا وكوميونيكيتنج مع الالفولاي، بيحصل لها رابشر نتيجة ايه يعني سترونج كوف سترونج سترين وهكذا، في بريدسبوزنج فاكتور بيعمل لها الايه الرابشر. بالنسبه للنوع اللي بعد كده اللي هو السبونتينيوس سكندري سبونتينيوس نيوموثوركس، احنا عرفنا طبعا ان سكندري ده يعني ايه، يعني بيحدث في وجود اندرلاينج لانج ديزيز، تمام، زي ايه الاندرلاينج لانج ديزيز دي؟ عندنا مثلا على اشهر او من اشهر الامثله عندنا الامفيزيما، وز وجود الامفيزيما وز امفيزيماتس بولي، تمام. في الغالب ان البيشنت ده بيكون ميل بيشنت وسموكر واكتر من 40 سنه. البيشنت ده بيكون زي ما قلنا ان هو عنده بولي، عندي بنولفين في اللانج، والبولي دي عباره عن ايه، هي عباره عن اير فيلد سبيسز اكتر من 1 سنتي موجوده انترا بالمونري. برضو من الامثله للديزيزز اللي ممكن يكون او تؤدي الى سكندري سبونتينيوس نيوموثوركس، عندنا التبركلوزس، لان بيكون معاه مع البلمونه تبركلوزس وجود اللي هو تبركلس كابيتس، اي واحده ممكن منها ان هي في وجود بريدسبوزنج فاكتور ان هي ممكن ايه ترابشر وتعمل لي نيوموثوركس. برضو من الامثله للديزيز دي عندي البرونكيال ازمه، وخاصه اثناء الستريننج وسيفير
ازمه اتاك ممكن يدخل البيشنت في نيوموثوراكس. عندنا برضو من ضمن الامثله عندنا الستافيلوكوكال نمونيا، لان التايب ده من النمونيا بيتميز بوجود مالتيبل ابسيسز، ومع بيتكون كمان معاه حاجه اسمها النيوماتوسيل. النيوماتوسيل دي عباره عن ايه؟ عباره عن سن، عندي سن اير فيلد سبيسز. في من الديزيزز كمان عندنا سيستيك فايبروزيس واذر ديزيزز، بعض الانترستيشال لونج ديزيزز وفانجل انفكشن وهكذا. دول كلهم ممكن ان هم ايه رابشر للاندرلاينج لونج ليجن، ممكن يؤدي لي الى ايه، الى سكندري نيوموثوركس، سكندري سبونتينيوس نيوموثوركس. في نوع برضو من النيوموثوراكس اسمه الكاتامينيا النيوموثوراكس. يعني ايه كاتامينيا النيوموثوراكس؟ هو عبارة عن نيوموثوراكس بيحدث عندي في الفيميل، وبيكون ريليتد للايه، للمنسترال سايكل او المنستروشن، بيحدث وزن 72 اورز عندي في خلال 3 ايام قبل او بعد ايه المنستروشن، وده بيكون نتيجة ابنورمال جروس عندي اوف الاندومتريال ايه تشو في الايه البلور. بالنسبه للنوع الثاني من النيوموثوراكس اكوردنج للكوز اللي هو تروماتيك نيوموثوراكس، وده ممكن نتيجه اوبن شيست انجري زي في حالات الستاب ووند، او كلوز انجري زي في حالات البلانت شيست تروما اللي ممكن تكون اسوشيتد معاها فراكشر ريب او رابشر برونكس. وفي عندنا البارو تروما اللي هي نتيجه السادن ديكومبريشن اوف ذا اير سبيسز نتيجه السادن تشينجز في الاتموسفيريك بريشر او سادن ديكريس في الاتموسفيريك بريشر. في عندنا كمان النوع الثالث اللي هو الياتروجينيك اللي هو كوز باي ذا دكتور، والياتروجينيك ده ممكن يكون اكسيدنتال او ان هو انتندد ان هو ارتفيشال نيوموثوركس. اكسيدنتال اثناء مانوفر معينه بيعملها الدكتور ماشي، ممكن يدخل البيشنت في نيوموثوركس. من اشهر المانوفر دي طبعا اثناء السراكوسينتيسيس او اخذ بايوبسي سواء بلورال او ترانس برونكيال بايوبسي او اثناء البيركوتينيوس ايه بايوبسي، وكمان هنا في وجود البيشنت في العنايه اثناء الايه تكوين السنترال تركيب اثناء تركيب السنترال فينوس لاين او اثناء الميكانيكال فنتيليشن. طيب امتى الدكتور بيبقى انتندد ان هو يعمل نيوموثوركس اللي هو الارتفيشال؟ ده كان بيتعمل زمان قبل الايرا بتاعه الايه النيو عندي، او اللي هي الادفانسمنت في الكيموثيرابي للتوبركلوزيس. كانوا بيلجأوا لعلاج الايه الهيموبسيز او السيفير هيموبسيز في البيشنت اللي هم عندهم توبركلوزيس، ان هم بيعملوا عندي ارتفيشال نيوموثوركس ويعملوا كولابس لللنج، بحيث ان هم ايه يبتدوا يعملوا مانجمنت للايه للتوبركلوزيس والهيموبسيس بعد كده. لكن دلوقتي برضو بيعملوا الارتفيشال او انتندد نيوموثوركس زي اثناء ايه، زي اثناء عمل الثراكوسكوب، بحيث ان هو بوجود النيوموثوركس بيساعدهم ان هو ايه يعملوا اكسبلوريشن لمين، للسيرفيس بتاع اللنج. بالنسبه للفيسيولوجيكال ديستربنسز اللي هتحدث نتيجه وجود النيوموثوركس على مستوى الفانكشن، طبعا انا بدخل هنا في ريستريكتيف عندي بنقول هنا ايه ابنورماليتي او ريستريكتيف باترن نتيجه عندي وجود الاير عندي في البلورال سبيس، وده طبعا بيعمل كومبريشن وبيعمل كولابس عندي للاندرلاينج لونج. فبالتالي كل الايه عندي الفوليومز والكاباسيتيز هتبتدي تبقى ديكريز، الفايتال كاباسيتي والفانكشن ريزيدبل كاباسيتي والتوتال لونج كاباسيتي. على مستوى عندي بنول البالس اوكسيمتري والاي بي جي هلاقي ممكن الاقي الهايبوكسيميا نتيجه طبعا الكولابسز او دي ريتد لونج والديستربنسز اللي هيحصل في الفنتيليشن بيرفيوجن ريشيو. كمان في حالات النيوموثوراكس التنشن نيوموثوراكس نتيجة عندي بنقول الاكيوميليشن عندي الماركت اكيوميليشن عندي في الاير في البلورال سبيسز، وان هو بيبتدي يحصل معاه كومبريشن على اللنج، وبيحصل كومبريشن كمان على الميدياستاينم، ويبتدي يحصل ديكريز عندي كمان فين في الفينوس ريتيرن، وبدخل في نوع من ديكريز الكارديك اوت بوت ابتو عندي كارديوجي اللي هو الاوبستراكتيف شوك. هنا بيكون عندي البيشنت ممكن يحصل له فينتنج وايه عندي كولابس.
اتكلمنا قبل كده في السلايدز اللي فاتت على الكلاسيفيكيشن اوف نيوموثوراكس اكوردنج للكوز، وقلنا ان هو ممكن يكون سبونتينيوس وممكن يكون تروماتيك نيوموثوراكس او ياتروجينيك نيوموثوراكس. هنا في عندي قدامنا انذر كلاسيفيكيشن او انذر تايبس اوف نيوموثوراكس. ممكن نقسم النيوموثوراكس لكلوزد او اوبن او ايه او تنشن نيوموثوراكس. ده بيتم بناء على ايه؟ الكلاسيفيكيشن دي بتكون على اساس عندي مقارنه الانترا بلورال او البريشر الموجود في البلورال سبيسز ان ريليشن تو اتموسفيريك بريشر. في حاله الكلوزد نيوموثوراكس صحيح بيقل عندي ان بتقل النيجاتيفيتي بتاعه الانترا بلورال ايه بريشر، ولكنها بتكون ستيل اقل من اتموسفيريك بريشر. وفي الاوبن نيوموثوراكس بيكون البريشر ذا سيم از اتموسفيريك بريشر. المشكله الكبيره اللي هي بتكون في حالات التنشن نيوموثوراكس، لان البريشر عندي الموجود في البلورال سبيسز هنا بيكون عندي هنا اكتر من الاتموسفيريك بريشر، وبيحصل عندي هاي ايه انترا بلورال بريشر، ويبتدي كومبريشن على اللانج وعلى المدياستاينم، ويحصل ايفن كومبريشن على الايه الكونترا لاترال ايه لانج اللانج الايه في الاذر ايه سايد. بالنسبه للكلينيكال فيتشرز اوف نيوموثوركس، في البدايه بالنسبه للسيمتومز، السيمتومز احنا عندنا لو في بعض الاحيان بيكون النيوموثوركس مايلد وبيكون there is no symptoms وباس النوتس، لكن ده مش الكومن. طبعا الكومن ان البيشنت هيبتدي يشتكي من ايه، من شيست بين اللي هو اوف بلوريتك نيتشر، وبيكون اكيوت وايه وشارب بين وريليتد للريسبيريشن وريليتد للكوف. كمان البيشنت في الغالب بيشتكي من ايه، من ديسنيا وممكن دراي ايه كوف. بالنسبه للساينز باللوكال شيست اكزامينشن، اول حاجه طبعا بنعملها الانسبكشن، هلاقي فيه ديكريز موفمنت على الافكت سايد واسوشيتد طبعا مع ايه بلج للهيموثوركس، والتراكيه بتكون عندي او ممكن انها تكون ايه شيفتد للاذر سايد. بالنسبه للبالبيشن في ديكريز في التي في اف وديفيتد الهارت ساوند في حالات الايه ليفت سايد نيوموثوركس. بالنسبه للبركشن هلاقي فيه الهايبر ريزونانت ايه بركشن نوت، وفي بالاوسكلتيشن هلاقي فيه ديكريز او ايفن ابسنت بريس ساوند على افكتد سايد. في كمان عندنا ساين كده ممكن نلاقيها في حالات الليفت سايد نيوموثوركس بس، يبقى بنقول هيبقى هسمع كليكنج ساوند ماشي اللي هو بيبقى اسوشيتد مع الايه مع الهارت بيت. طيب انا دلوقتي من خلال الكلينيكال فيتشرز بدات ان انا سسبكتنج ايه وجود النيوموثوركس، وعايزه ان انا تو كونفيرم ذس ايه دايجنوز. هطلب ايه؟ اول حاجه طبعا هطلبها عندي راديولوجيكال انفستيجيشن سواء الايه الشيست اكس راي او عندي بنول سي تي. بالنسبه ايه اللي انا ممكن اشوفه في الشيست اكس راي في حاله النيوموثوركس، بنشوف ايه طبعا هايبر ترانسلوسنسي على الافكتد سايد which is ايه عندي devoid of the lung ايه marking، وهشوف كمان عندي معاها sharply defined الايه lung ايه edge. والكلام ده بيبقى لو حبيت ان انا اعمل له يعني more demonstration او ان انا اشوفه اكتر، ممكن اعمل expiratory film لو الايه الاماونت بتاعت النيوموثوركس ومش واضحة وحابة ان انا ايه اظهرها اكتر. طيب في حالة النيوموثوركس نفس الايه الكلام، ولكن بيزيد معاه ان انا بلاقي فيه شيفت للميدياستاينم للاوبزيت سايد، وبلاقي الدايفرام بيبقى ايه فلات وايه ولو عندي دايفرام. وطبعا عندي في حالات النيوموثوركس الاذر لانج بيبقى فيها اكزاجيريتد الفاسكولار ماركينج نتيجة ايه الهايبر برفيوجن كومبنساتوري اللي بيحدث فين في النيومو في حالات النيوموثوركس. في الكونترالاترال لانج هيحصل ايه كومن هنا شيفت للايه للبلاد فلو للهيلثي لانج. طيب في حالات عندي بنقول البيشنت اللي موجودين فين في الاي سي يو، وعندي برضو احنا شاكين في النيوموثوركس، في الغالب ان احنا بنعمل الشيست اكس راي في وضع عندي الصباين ايه بوزيشن، بنعتمد على ساين هنا زياده اللي هي بنسميها الديب ايه سالكس ايه عندي بنقول ديب سالكس ساين، او اللي هي ايه الديب ايه لاترال كوستوفرينيك انجل. في حالات النيوموثوركس لو احنا عملنا الشيست اكس راي في الوضع الايه الصباين بوزيشن، هنا انتوا شايفين طبعا عندي بنول على الشمال منظر نيوموثوراكس في البلين شيست اكس راي، عندي بنول وهنا تنشن عندي بنول هنا ايه نيوموثوراكس، وفي هنا شيفت للايه للمدياستاينم للاذر عندي بنول هنا ايه سايد، وشايفين على الناحيه الافكتد الجت ايه بلاك عندي هايبر ترانسلوسنسي واللي هي ديفويد من اني لانج ايه ماركينج، وعلى الاذر سايد طبعا احنا شايفين الايه الهايبر عندي بنول برفيوجن او انكريز لونج ماركينج فين في على الليفت سايد. في الصورة اللي على الناحية اليمين طبعا ده سي تي عندي شيست، البيشنت عنده برضو نيوموثوركس،
وشايفين الاكيوميليشن اوف اير في البلورا اللي عندي كافيتي والايه والكولابسد عندي لونج، وهنا كمان في مينيمال بلورال افيوجن اسوشيتد مع الايه النيوموثوركس، عندنا هايدرو نيوموثوركس. بالنسبه للديفرنشال دايجنوزيس اوف نيوموثوركس، الديفرنشال دايجنوزيس احنا حابين نعمل ديفرنشال دايجنوزيس للنيوموثوركس على مستوى عندي الكلينيكال عندي مانيفيستاشنز، وعلى مستوى عندي الراديولوجيكال ايه بيكتشر. على مستوى الكلينيكال مانيفيستاشنز في اذر ديزيزز ممكن تديني بعض عندي السيمتومز اللي ممكن تبقى شبيهه للسيمتومز اوف النيوموثوركس، يعني البيشنت ممكن يجي يشتكي من ايه من شيست بين وايه ودسنيا، زي في حالات الايه المايوكارديال انفاركشن، زي في حالات البلمونري عندي امبوليزم وز ايه عندي انفاركشن، في حالات البلورزي والايه حالات الانبايما، في حالات البرفوريتد ديبتيك ألسر ممكن ان هو يديني سيمتومز شبيهه من الايه للنيوموثوركس. طبعا المفروض ان انا بعمل عندي ايه اكسكلوجن وبعمل ابروش للدايجنوزيس اكوردنج للاذر سبورتنج ايه داتا واكوردنج للانفستيجيشنز اللي انا ممكن اطلبها. على مستوى الراديولوجي برضو ان بعض عندي بنول الباثولوجي ممكن يبقى شبيه للنيوموثوركس عندي على مستوى الراديولوجي على مستوى البلين شيست اكس راي، زي في حالات مثلا وجود امفيزيمتس بولي او سيس يبقى بنقول ايه المفروض ان انا ديفرنشيت ان النيوموثوركس من وجود البولي او السيست سواء بالسي تي او ان انا اعمل لاترال ايه ديكيوبيتس شيست اكس راي. برضو من ضمن الحاجات اللي عندي ممكن تبقى كونفيوزد مع عندي النيوموثوركس على مستوى الراديولوجي وجود الايه الدايفرجماتيك عندي هيرنيا، وفي الحاله دي ممكن اي اطلب عندي بعض الاستادز زي الباريوم ايه كونتراست استادي. بعد ما شخصنا الحاله بانها هي عندها نيوموثوركس عملنا كونفيرميشن للدايجنوزيس بالكلينيكال والراديولوجي، الخطوه اللي بعد كده هيبقى هو الايه التريتمنت. طيب هنا في بداية التريتمنت لازم اشوف البيشنت ده هل النيوموثوركس اللي عنده تنشن نيوموثوركس ولا لا، لازم استبعد ان الحالة دي حالة تنشن نيوموثوركس، لان لو دي حالة نيوموثوركس طبعا تنشن نيوموثوركس دي حالة ايه ده تعتبر كريتيكال سيتويشن ولازم هي بيكون في تدخل ايه سريع، اعمل ستابلايزيشن للبيشنت للايروي والبريزنج سيركوليشن، وبسرعه ان انا بحاول ان انا ادخل انسيرشن للديكمبريشن نيدل، اعمل ديكومبريشن عن طريق الانسيرشن ايه بنيدل في السكند انتركوستال سبيس في الميدكلافيكولار لاين، وبعد ما بعمل الديكومبريشن هنا بركب الانتركوستال تيوب وبشوف الفيرزر مانجمنت على حسب اللي هي حاله البيشن. طيب انا استبعدت ان الحاله دي تنشن نيوموثوركس، هبتدي اتعامل مع حاله سبونتينيوس نيوموثوركس. طبعا كلامنا دلوقتي على المانجمنت اوف سبونتينيوس نيوموثوركس، ايه هي اللاينز اوف المانجمنت بعد استبعاد التنشن نيوموثوركس؟ انا عندي في اكتر من لاين اوف ايه اوف مانجمنت، اكتر من اوبشن، منها في البدايه الكونزرفاتيف مانجمنت. يعني ايه كونزرفاتيف مانجمنت؟ هو جاست اوبزرفيشن ايه للبيشنت وبعتمد هنا وبنتظر ان يحصل ناتشورال تندنسي للاير ان هو هيبقى ايه ابسوربت، وممكن عندي انهانس الابسوربشن بتاع الاير ده عن طريق ان انا ادي هاي كونسنتريشن اوف اكسجين للبيشنت، ده بيساعد على الرابيد ابسوربشن اوف الاير. الاوبشن ده امتى الجا له او امتى اعتمد عليه اللي هو بس الكونزرفاتيف مانجمنت مش اكتر، يبقى ده لازم يكون البيشنت اللي عندي الاندرلاينج لانج بتاعته هيلسي، يعني ده ما هوش سكندري، يعني ده برايمري كونتينوس نيوموثوركس، وكمان البيشنت اسيمتوماتيك، وان السايز بتاع هنا اوف ذا نيوموثوركس از سمول، يعني اقل من 20% من النيوموثوركس او اقل من ايه من 3 سم. في الحاله دي ممكن ان انا اعمل كونزرفاتيف مانجمنت واعمل اوبزرفيشن للبيشنت، وممكن اعمل له هنا سبلمنتيشن باكسجين، وبعمل فولو اب اللي هنا اللي ايه للسايز اوف النيوموثوركس، بشوف فيه عندي هنا ابسوربشن بالاكسبكتد ايه ريت ولا لا. الاكسبكتد ريت بيكون هنا في حدود 1.25% بير دي، تمام. يعني انا عندي لو سايز عندي 10% يعني متوقع الايه الريكسبنشن والكومبليت ريابسوربشن ان هو يحدث في خلال ايه 8 ايام. الاكتيف مانجمنت لا انا مش لا انا هتدخل ومش ايه ومش بس ان انا هبتدي اعمل ان انا هعتمد على الاوبزرفيشن اوف ذا بيشنت، هيبقى اكتيف مانجمنت ده ايه الانديكيشنز بتاعته.
يعني احنا زي ما احنا قلنا في الاول ان هو ايه، لو حاله تنشن نيوموثوراكس يبقى لازم اكتف مانجمنت من البدايه. البيشنت عنده ماركت ايه سيمتومز وماركت ديسنيا. النيوموثوراكس انا شايفاه بالراديولوجي ان هو لارج نيوموثوراكس اكتر من 20% او السايز بتاعه اكتر من 3 سنتي. ان البيشنت ده جاي عندي بايه، ببايلاترال نيوموثوراكس، او ان هو عندي طبعا احنا قلنا الايه ان في اندرلاينج بالمونري ديزيز، يعني ان النيوموثوراكس اللي موجود ده سكندري سبونتينيوس مش برايمري سبونتينيوس. في حاله وجود البلورال فلويد اللي هو الهيدرونيوموثوراكس، ان البيشنت دوت عنده كان في هيستوري ان كان في بريفيوس ايه نيوموثوراكس على الناحيه ايه التانية. طيب هنا زي ما احنا شايفين قدامنا ده عبارة عن ملخص للمانجمنت اوف سبونتينيوس نيوموثوركس. اول حاجة بسأل نفسي هل الحالة اللي قدامي ده برايمري سبونتينيوس نيوموثوركس ولا سكندري سبونتينيوس نيوموثوركس. احنا شخصنا في البداية ان دي حالة برايمري سبونتينيوس نيوموثوركس. بسأل نفسي هل البيشنت ده السيمتوم سيمتوماتيك وعنده ماركت ديسنيا، وهل السايز اوف نيوموثوراكس لارج او يعني اكتر من 20% من الهيموثوراكس ولا لا. لو واحده من الاثنين دول موجودين يبقى لازم بسرعه اعمل ايه، او لازم اتدخل واعمل اكتيف مانجمنت. الاكتيف مانجمنت في حاله البرايمري سبونتينيوس نيوموثوراكس ممكن ان احنا بنبتدي بسيمبل اسبيريشن، لو سكسيدت اتس اوكي، لو فيلد هنا ممكن هنا بلجأ ان انا ايه اركب الشيست ايه الانتركوستال تيوب او الشيست درين. طيب لو البيشنت ايه سمتوماتيك والاماونت اوف نيوموثوراكس از سمول، سمول نيوموثوراكس ان اسمتوماتيك بيشنت في حاله البرايمري هنا ايه نيوموثوراكس، زي ما قلنا قبل كده ممكن ان هو يكون ايه كونزرفاتيف تريتمنت، وان انا بعمل فولو اب للبيشنت وبشوف الايه الابسوربشن عند اوف الايه النيوموثوراكس. طيب ده بالنسبه للبرايمري سبونتينيوس نيوموثوراكس. بالنسبه للسكندري سبونتينيوس نيوموثوراكس نفس الكلام، انا هسال برضو واشوف هل البيشنت عنده البيشنت سيمتوماتيك وهل السايز سمول ولا لارج. طيب لو انا عندي واحده من الاثنين موجودين، البيشنت هنا سيمتوماتيك او لارج نيوموثوراكس، يبقى على طول ايه بيكون الاوبشن بتاعي او التشويس بتاعي ان انا هركب ايه شيست تيوب. طيب لو الكلام ده مش موجود خلاص يبقى ببص بشوف بسأل نفسي تاني هل السايز ان هو بين 1 و2 سنتي. لو بين 1 و2 سنتي بس يبقى ممكن ان انا اعمل ايه اسبيريشن ماشي. لو هي لو هو سكسسفول عندي بنقول ان ايه اوكي، لو هو فيلد يبقى ركب هنا ايه شيست تيوب. بالنسبة احنا قلنا طبعا ان في عندنا اكتر من اوبشن في التريتمنت السبونتينيوس نيوموثوراكس، وهنا دي امثلة ليها ونبذة سريعة عنها. اول اوبشن طبعا هو سيمبل اسبيريشن باستخدام 16 ل 18 سايز انترافينوس كانولا. السكند اوبشن اللي هو عبارة عن الشيست تيوب اللي هو الانتركوستال تيوب درينج او التيوب سوراكوتومي، والتيوب دي بيحصل هنا بيكون السايت اوف انسيرشن في الغالب بيكون في الفورس اور الفيفث انتركوستال سبيس في الانتيريو اكزيلر لاين فور كوزمتيك ريزونز. طبعا هي بتبقى كارد والبيشنت لاينج على الاوبزيت سايد، والتيوب بتفضل في مكانها لحد ما بنتاكد من الفول ري اكسبانشن عندي لللونج والستوبش اوف ليك. هنا طبعا الشيست تيوب دي ليها بعض الكومبليكيشن ان هي ممكن تعمل انجري عندي لللونج، وممكن تعمل اريتيشن للبلورا وبلورزي، واحيانا يحصل لها ايه بلوكج. ده تاني اوبشن. الاوبشن اللي بعد كده اللي هو عبارة عن اختيار الجراحي اللي هو سيرجيكال مانجمنت، اللي هو في الغالب بيكون في صورة بلوروكتومي، وممكن يكون معاه بلوكتومي من خلال السراكوسكوب. الانديكيشن بتاعت انديكيشن اوف ذس اوبشن عندنا ان اول حاجه طبعا فيلير للانتركوستال تيوب فور درينج اند اكسبانشن اوف ذا لونج. ان انا لو عندي في ان ده ريكرنت نيوموثوراكس في ابسيلاترال ريكرنس، او ان ده فيرست كونترالاترال اوكرنس. ان انا البيشنت جاي لي باي لاترال نيوموثوراكس،
او ان الفيرست ابيزود للنيوموثوراكس كانت سيفير نيوموثوراكس او تنشن نيوموثوراكس وكانت لايف ثريتنينج، ان البيشنت ده بيشتغل في هاي ريسك اوكيوبيشن، يعني مثلا الناس الطيارين او الناس اللي هم الدايفرز، فهم معرضين ان هم يحصل لهم نيوموثوراكس في اي وقت. في الحالة دي الافضل ان انا ايه اتدخل واعمل ايه البلوروكتومي. طيب لو البيشنت الكونديشن جنرال كونديشن يعني ما تسمحش ان انا اعمل سيرجيكال انترفينشن، يبقى في الاوبشن الرابع اللي بعد كده اللي هو البلوروديسيس، ان انا بعمل يعني بعمل انيشيشن للبلوريزي، وبعد كده ده هيبتدي يبقى هيلد بادهيجن بين التو ليرز اوف ذا بلورا، وبالتالي بمنع الريكرنس اوف النيوموثوراكس. والبلوروديسيس ده ممكن ان هو بنعمله عن طريق كيميكال بلوروديسيس، او عن طريق ان انا بعمل ابريجن للبلورا من خلال الاستراكوسكوب، بعمل فيزيكال انجري. الكيميكال باستخدام اريتنت سبستانس زي مثلا التالك بلوروديسيس، ده الاوبشن ده بنلجأ له زي ما انا قلت ان هو ايه في الحالات ان البيشنت جينر كونديشن از باد اند كانت ايه ويزستاند ايه السيرجيكال اوبشن. طيب ايه هي بعض المشاكل او الكومبليكيشنز اللي ممكن نقابلها اثناء المانجمنت لحاله نيوموثوركس؟ في البدايه في اول حاجه ممكن ان يحصل فيلير عند اوف لانجر اكسبانشن، وده ممكن يكون نتيجه بلوكج للدرينج تيوب ببلاد اور فايبرين، ممكن يكون نتيجة وجود مالتيبل ليكج زي في حالة الإمفيزيما، أو وجود برونكو بلورال إيه فيستولا ذات فيل تو هيل. وكمان البيشنت ممكن يدخل في هيمونيوموثوراكس، أو ممكن يحصل انتروداكشن للإنفكشن ويدخل في باينيوموثوراكس، وعندنا كمان الإيه الري إكسبانشن بالمونري إيديم. بعد ما اتكلمنا عن النيوموثوراكس وغطينا الايتمز اللي حابين ان احنا نعرفها عن النيوموثوراكس زي الديفينيشن والكوزس والدايجنوزس والمانجمنت، حابين ان احنا نتكلم سريعا عن انذر ريليتد ديزيز او هنا ديس اوردر، وهو ما يسمى بالنيوموميدياستاينم، او الاسم الثاني ليه اللي هو الميدياستاينال انفيزيما. يعني ايه كلمه نيومو ميدياستاينم؟ هو عباره عن بريزنس اوف اير انسايد ذا ايه ذا ميدياستاين. طيب ايه اللي يعمل الاكيوميليشن اوف اير انسايد ذا ميدياستاينم؟ في اكتر من سبب ممكن يؤدي الى هذا. من الاسباب دي عندنا وجود الفلر رابشر زي في حالات الاكيوت سيفير ازمه، ممكن يحصل برضو من ضمن او ممكن يكون من ضمن الاسباب تراكيال او اسوفاجيال او برونكيال رابشر، وده ممكن يكون ناتج عن تروما شيست تروما، او ممكن يكون نتيجه وجود لوكال ايه ديزيز، وممكن يكون تروماتيك ايه او ياتروجينيك تروما زي ايه اثناء الاندوسكوبي. طبعا في بريدسبوزنج فاكتورز في حالات النيوموميدياستاينم زي النيوموثوراكس، وجود الاسترينينج او السترونج كوفينج. طيب بالنسبه للكلينيكال مانيفيستاشن اوف نيوموميدياستاينم، البيشنت ممكن يشتكي من ايه من سنترال شيست بين، وممكن يشتكي من ديسفيجيا. وبالنسبه للساينز احنا ممكن ايه يكون ممكن نلاحظ وجود السيرجيكال انفيزيما اللي هي ممكن تبقى بالبابل فين في الشيست وول او عند الايه النيك والارز. طيب بالنسبه للمانجمنت للنيوموميدياستاينم، بالنسبه للمانجمنت هو طبعا بيشمل الدايجنوزس والتريتمنت. بالنسبه للدايجنوزس احنا بنعتمد بعض الكلينيكال داتا على الانفستيجيشن، وهنا هيبقى راديولوجيكال انفستيجيشن سواء شيست اكس راي او سي تي. في الشيست اكس راي ممكن نلاقي الايه او بنلاقي الشرب ايه كاردياك بولتر، وفي اللاترال فيو بنلاقي الاير بيهايند ذا ميدياستاين. بعد كده بالنسبه للتريتمنت، اول حاجه طبعا الري اشورنس، وبندي ممكن انالجيزيك، وكمان طبعا بندي اوكسجين سبلمنتيشن
at high concentration بحيث انها تساعد على reabsorption في الاير من المدياستاينم. وكمان بنشوف ايه هو الاندرلاينج كوز اللي دخل البيشن في نيومو مدياستاينم ونعمل له ايه تريتمنت. كده يبقى احنا خلصنا موضوعنا اللي هو نيومو ثوركس، واتكلمنا بنبذة سريعة على الايه النيومو مدياستاينم، غطينا النيومو ثوركس الديفينيشن والكوزس والدياجنوزس والكومبليكيشن والايه كومبليكيشنز وتريتمنت، واتكلمنا نبذة سريعة عن الايه النيومو مدياستاينم. اتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.